اهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام، حلقه جديده من برنامج مؤشر النيل، نتعرف من خلالها بالارقام والتحليل على اداء مؤشرات البورصه المصريه، حيث ارتفع مؤشر البورصه الرئيسي ايجاك 30 بنسبه 25% مسجلا نحو 10885 نقطه و11 من مئة من النقطه. كما صعد مؤشر الاسهم الصغيره والمتوسطه ايجاك 70 بنسبه 96% ليصل الى نحو 2040 نقطة و27 من مئة من النقطة. ابتدت الارتفاعات أيضا لمؤشر جي اكس 100 الأوسع نطاقا بنسبة 94% مسجلا نحو 2972 نقطة و73 من مئة من النقطة. على صعيد القطاعات النشطة في السوق اليوم، فقد جاء قطاع العقارات في مقدمة القطاعات الأكثر نشاطا في السوق بنسبة 28.38%. جاء في المرتبة الثانية قطاع خدمات مالية غير مصرفية بنسبة 15.14%. أما قطاع أغذية ومشروبات فقد جاء في المرتبة الثالثة بين القطاعات النشطة اليوم بنسبة 11.25%. هذا وقد ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقدمة بالبورصة نحو 3.2 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 632.5 مليار جنيه بعد تداولات كلية بلغت 3 مليارات جنيه. ومشاهدينا الكرام، للمزيد من التفصيل والتحليل يسعدني أن يكون معي أستاذ محمد عبد الحميد خبير أسواق المال والمحلل الفني. أهلا بحضرتك أستاذ محمد. أهلا وسهلا أستاذ حضرتك وسادة المشاهدين، نتابع التقرير التالي حول أداء البورصة ثم نبدأ تحليلنا لهذا الأداء، فابقوا معنا. في ثاني جلسات الأسبوع سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعا جماعيا في دلالة على الحركة الصعودية لأغلب أسهمها خلال التعاملات. البورصة تأثرت بعمليات شراء انتقائية على الأسهم في قطاعات الشركات الكبرى والقيادية وأيضا الصغيرة والمتوسطة وأسهم المضاربات من جانب المستثمرين المصريين والعرب. وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 3.2 مليار جنيه ليصل إلى 632.504 مليار جنيه بعد تداولات كلية تجاوزت 3 مليارات جنيه تضمنت قرابة 1.6 مليار جنيه تعاملات في سوق الأسهم. مؤشر البورصة الرئيسي جيك 30 ارتفع بنسبة 25%، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة جيك 70 بنسبة 96%. وطالت موجة الارتفاعات مؤشر إيجيك 100 الأوسع نطاقا بنسبة 94%، وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة بالسوق، حيث صعد 93 سهما من 184 سهما جرى التداول عليها، وهبط 56 سهما واستقر 35 سهما عند أسعار إغلاقاتهم السابقة. محللون ماليون توقعوا أن تختبر السوق في الفترة الحالية مستوى 10775 نقطة، وفي حال نجاحها أن تختبر مستوى 11125 نقطة، أما إذا فشلت فقد تتراجع إلى نحو 10400 نقطة. مشاهدينا، بعد أن تابعنا تقرير حول أداء البورصة نبدأ تحليلا هذا الأداء مع ضيفي في الاستوديو الأستاذ عبد الحميد إمام خبير أسواق المال. أستاذ عبد الحميد، الارتفاع اليوم بداية تعتبر تفاؤلية ومبشرة إلى حد ما، أداء المؤشر الثلاثيني يعني ربما يكون مقبولا من وجهة نظر بعض المحللين، السبعيني دائما هو الأكثر جذبا للسيولة، كيف تقيم المؤشرات اليوم؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. كالعادة احنا زي ما انت قلت السبعيني بقاله فترة هو الأنشط، هو اللي بيجتذب سيولة خصوصا سيولة الأفراد أو الريتيل، يعني هو الأكثر فولاتيليتي، هو الأكثر تذبذب في القنوات السعرية. التلاتيني متأثر شوية بحالة الترقب اللي كانت حاصلة خصوصا بعد وأثناء وقبل الانتخابات الأمريكية. الأسواق في العالم كلها في حالة ترقب، مش احنا بس. أداء مقبول زي ما انت حضرتك قلت بالنسبة للإي جي إكس 30 كمؤشر وكمؤشر معبر عن السوق المصري لحد ما، يعني بالنسبة للسبعين هيفضل هو أكثر نشاطا، وهيفضل الريتيل أو هيفضل الأفراد شايفين ان هو اكتر ملاذ امن بالنسبه لهم واكتر حريه في التداول وفي التريدنج. تمام. لما تكون شهاده صندوق النقد الدولي، ودي شهاده هامه جدا لابد انها توضع في عين الاعتبار، بان مصر واحده من 20 دوله في اقتصادات 2020
وان تراجع معدل النمو المصري يعتبر مصر هي في المركز الثاني في معدلات النمو المتراجعه واداء اقتصادي متميز. اليست هذه الشهاده شهاده ائتمانيه فعليه لجذب اموال ساخنه الى السوق المصريه؟ أم ماذا تنتظر السوق المصرية لتجذب هذه الاستثمارات؟ لا هو مش كده وبس، هو في شهادات من بلومبرج، من صندوق النقد، من البنك الدولي، من وكالات تصنيف مجتمعة ان الاقتصاد المصري هو الوحيد اللي في المنطقة هو بيحقق معدلات نمو إيجابية. احنا في الموضوع ده على فكرة على مدار 2020 شهادات كاملة، احنا ثابتين عند بي بلس نظرة مستقبلية مستقرة من مودس وفيتشر، لكن في نفس الوقت ما شفناش اي انعكاسات على اداء المؤشرات على السيولة. انتظرنا تراجع سعر الفائدة، ايضا لم تحدث. بص التوقعات المؤشرات هنا مؤشرات مختلفة، بمعنى المؤشرات بالنسبة للبورصة المصرية حاليا مش هنشوف التطور او التحول بالنسبه للكاش، بالكاش سواء الكاش ده داخلي يعني يتحرك ترانسفير من البنوك بعد تخفيض اسعار الفائده المحليه، او تشوف زي ما انت حضرتك قلت الهوت ماني او الاموال الساخنه انك تخش تعمل مضاربات سريعه في البورصه المصريه. طب ليه؟ لان ما زال اسواق المال ما زالت في حاله ترقب، ما زال في فولاتيليتي عالي على كمان الجولد في العالم. خلي بال حضرتك ان هو كان ملاذ امن الفتره اللي فاتت، هو بدأ التراجع وبدأ التنازل النهارده في تراجع كبير 2% تقريبا عليه، لكن مازال الملاذات الامنه، بنتكلم في المعادن، بنتكلم في العملات، بنتكلم حتى في العملات الرقميه، شايفين في بومنج كبير حاصل. مازالت اسواق المال خايفه من حاله الكساد اللي في الاقتصاد العالمي الكلي. طيب بالنسبه للاقتصاد المصري والمؤشرات وشهادات الثقه الكبيره والنظره المستقبليه والجي دي بي بتاعك اللي بيرتفع، ده انعكس على ايه؟ انعكس لما حضرتك بتحب تعمل مصادر تمويلية زي ما شفنا في أزمة كورونا الأولى، مصر تقريبا دبرت تقريبا 13 مليار دولار، سواء 7 مليار من صندوق النقد الدولي أو طرح 5 مليار سندات، وكان مجموع صندوق النقد تقريبا 8 مليار، فكان مجموع 13 مليار. احنا جبنا ده بسهولة كبيرة جدا، في دول مش عارفة تعمل ده، في دول واحنا بنخفض الفايدة 0.5% آخر لجنة سياسات رفعت الفايدة زي تركيا مثلا، الفايدة وصلت هناك 15%، في حين ان انت بتخفض الفايدة، فبالتالي هو يتأثر الاقتصاد الكلي بشكل عام حاليا بالنسبه للاسواق او بالنسبه للبورصه المصريه او الاستثمار في الايكويتي. لا هو محتاج ميديم ترم، اعتقد ان انا شايف ان مع بدايه السنه الجديده هنشوف احجام تداول افضل، هنشوف تحول بالنسبه للاستثمار الفيكسد خصوصا بتاع الافراد يتحول يلاقي فرصه افضل واسرع وامن بالنسبه يتحولها للايكويتي. حضرتك جبت سيره السنه الجديده، مع بدايه السنه الجديده بتكون بورصات العالميه وعلى اساسها داو جونز بيكون في حاله من التريح وبدايه التوجه الى اجازات، وبكون هناك عمليه من التراجع، هناك بدايه تسليم السلطه في الولايات المتحده الامريكيه، ودي اكيد هتكون لها اي شكل من اشكال التاثيرات اذا كان في عز ظروف الاستقرار لم تحصد البورصه السيوله الكافيه. نسمع من المحللين عن محفزات بدات فعليا من 2019 ومستمره من قبل الدوله على مدار 2020 تقريبا لحد انتظار الان لجنه الغاز. ما نوع المحفزات المنتظره لجذب هذه السيوله؟ خلينا ناخدها خطوه خطوه. بالنسبه للداو جونز في حاله ان يحصل مع بدايه السنه اجازات الاعياد الميلاد وكمان التحول وتسليم وتسلم السلطه ما بين بايدن وما بين ترامب، الداو جونز ممكن يتاثر سلبي او ايجابي. طبعا وارد جدا الداو جونز لو تاثر الاسواق العالم كلها مش السوق المصري بس، بتتاثر بالتاكيد السوق الكبيره اسيا اوروبا الاسواق الناشئه بما فيها السوق المصري كله بيتاثر. بس خلينا نقول التاثير اي سوق في الدنيا خصوصا الاسواق الناشئه اللي زي وضع السوق المصري بقى ليه مؤثرات داخليه وخارجيه. داخليه زي ما حضرتك قلت اسعار الفايده، تخفيض اسعار الغاز، اسعار العمله بتاعتنا، الجي دي بي بتاعك بيزيد. كل ده انجزناه الحقيقه وفضل اسعار الغاز، لكن كل ده تم انجاز اسعار الغاز. خلينا نقول انها تاخرت اسعار الغاز لان الغاز عالميا كان منخفض بشكل كبير الفترات اللي فاتت خصوصا مع ازمه كورونا الاولى. خلي بالك لما بيكون دخلت الشتاء بيحصل سحب كبير او بيحصل طلب كبير على الغاز خصوصا في اوروبا، فبالتالي اسعار الغاز بتبتدي تزيد. اسعار الغاز كانت قربت من 3 دولار لكل مليون وحده حراريه الايام اللي فاتت، فبالتالي اتخاذ القرار اعتقد ان كان ليه ابعاد تانية وكان ليه يعني رولز تانية، خصوصا كمان ان في مديونيات كبيره على بعض الشركات فكان ليها تسويه بشكل معين. منين ما ده اتخذ قرار اعتقد ده هياثر على قطاعات بعينها، هياثر على قطاع الاسمنت، هياثر على قطاع مواد البناء حديد، هياثر على قطاع البتروكيميكال اللي بيستخدم الغاز كرو ماتيريال، هيأثر طبعا بشكل كبير. بس على المدى الطويل بقى اعتقد ولا على المدى القصير؟ اعتقد على المدى القصير لان طبعا بيأثر في الكوست تريدنج، في الكوست برودنج يعني التكلفه الانتاجيه، تكلفه الانتاج بتقل بشكل كبير، فبالتالي البرودكت تطلع
بتعرف تعمل فيها سياسه تسعيريه افضل، فبالتالي ممكن يخلق حاله طلب، فبالتالي تكلفه المبيعات على الاقل وتكلفه المنتج تقل، فبالتالي يحصل مبيعات افضل. كل ده طبعا يعمل تاثير ايجابي، لكن لو انت عندك تاثيرات داخليه كلها ايجابيه والاسواق بره بتعمل عمليات تصحيح، طبعا انت لازم تعمل تصحيح معاهم. طب ليه ما بتطلعش معاهم؟ بس خليني اقول لحضرتك حاجه، بس مش هيبقى بنفس العنف، يعني ممكن ما يبقاش بالعنف الكبير اللي احنا كنا بنشوفه زمان، يا دوب بس الدو ينزل له 300 400 نقطه، احنا تاني يوم نيجي ننزل بمستوى اعلى كمان. وشفنا الكيسات من ده كتير، لكن لو احنا عندنا استابيليتي، عندنا استقرار، ممكن الفلوس اللي في المنطقه، ممكن الفلوس بتاع صناديق الاستثمار تفكر ان تخش في الاسواق الناشئه. لما تيجي تقارن في الاسواق الناشئه تلاقي البورصه المصريه. طيب ايه كمان عندك من ضمن المحفزات مع بدايه السنه الجديده؟ ان يحصل طرح لاي شركه من شركات قطاع الاعمال العام اللي على الجدول اللي احنا منتظرينه بقى لنا. واذا تاخر الطرح برضه، ما احنا دايما بنحط دايما على سبب بينجز هذا السبب. هنقول ساعتها لكل حدث حديث، يعني هنقول ساعتها يعني لكل مقام مقال لما نشوف الوضع. لكن في المجمل الاقتصاد المصري بيتحسن بشكل كبير. في المجمل العمله المحليه بتاعتك متماسكه، خصوصا ان المؤشر الدولار كدولار ارتفع في الفترات الاخيره، الناتج المحلي بتاعك كويس، التصنيفات ممتازه، انت بتحب تشوف مصادر التمويل بتجيب بمنتهى السهوله، بتتفتح اسواق، يعني حقيقة محافظات كتيره، يعني احنا لكن مش معرض ذكرها، لكن هي الفكره ان هذه المحافظات كلها ظهرت تباعا ولم نرى التاثير اللي كان منتظر، في حين ان اقل خبر كانت تويتات احيانا بتقوم رفع الداو جونز بالالف نقطه. عموما انا بس عايز استغل وقت حضرتك معانا، ان اذا كان بلغه السوق الاسهم ببلاش ودون قيمتها العادله الفعليه، ده بقالنا فتره اوكي، والاقبال على من المؤسسات على المؤشر اسهم المؤشر السبعين، هل معنى ذلك ان سياسه المؤسسات تغيرت واتجهت الى اساليب المضاربه وتم التخلي عن منطق الاستثمار على المدى المتوسط والطويل ام ماذا؟ اعتقد مش عندنا بس الفكر، السياسات النقديه والفكر اللي بيدور بيه الاسواق حاليا بيروح للاستثمار قصير الاجل على الشورت وعلى الميديوم، هو ده الاستثمار دلوقتي. الاستثمار طويل الاجل لان في حاله تقلبات كبيره، على فكره الاقتصاد العالمي صعب جدا، سيء جدا، لو احنا بنتكلم الاقتصاد المصري في حاله ايجابيه وفي حاله جيده وممسك نفسه ومتماسك، الاقتصاد العالمي كورونا عملت مشكله كبيره في الاقتصاد العالمي، معدل الدين العالمي زاد جدا. فبالتالي بالتالي انت مستني ان يجي لك هوت ماني، مستني يجي لك صناديق استثمار، هو ده اللي هيحرك المؤشر كاي جي اكس 30 كزي يعني المؤشر الرئيسي. تشوف سي اي بي تاني 80، تشوف هرمس، تشوف طلعت مصطفى مصر، تشوف الشركات اللي هي كانت عصب البورصه المصريه فترات كبيره، هي اللي تقدر تاني تاخد السوق ويروح لمعدلات سعريه حقيقيه قرب القيمه العادله. لكن ده اعتقد ان انا شايف ان موضوع الفايده ده مهم جدا، التخفيض ببطء في الظروف دي جيد، السياسات النقديه ماشيه بشكل جيد جدا، تضخم حصل سيطره عليه بشكل او باخر، فبالتالي مع بدايه السنه الجديده هنلاقي فيه الفائده البنكيه منخفضه. اعتقد ان الافراد فكر 1000 مره قبل ما تستثمر تاني فيكسد، اعتقد ان ساعتها هنشوف البورصه المصريه فرصه كبيره خصوصا للافراد والكاش المحلي. طيب بالنسبه للاستثمار الاجنبي، لو انت الاقتصاد بتاعك مازال مستمر وبيحقق معدلات نمو خصوصا بعد مع السنه الجديده متوقع 5.6 تاني زي ما كنا متوقعين قبل كورونا، 6% متوازن، هنلاقي صناديق استثمار يعني اقليميه ودوليه ممكن تخش تعمل استثمارات، خصوصا تاني لو بقى فيه فرصه ككايرو بنك طرح جديد. طيب خليني برضو استاذ حميد، خليني ننعزل نسبيا عن متغيرات وضبابيه الاسواق العالميه واصل الاقتصاد العالمي في ظل كورونا الموجه الثانيه التي لم تظهر بعد نتائجها على مستوى اقتصادات العالم، خليني محليا، هل معنى ذلك اقدر استنتج من حضرتك ان المؤشر السبعيني هيكون اكثر جذبا للسيوله، من ثم تنعكس هذه السياسه على اداء عرضي متواصل، عمليه جني ارباح، عمليه تغيير مراكز سريع ام ماذا؟ الموديل ده هيفضل كده، الموديل اللي حضرتك تقصده هنفضل كده فتره، اعتقد انا من وجهه نظري كعبد الحميد اعتقد ان احنا هنكمل كده لحد نهايه السنه، هنفضل الموديل ده، السبعيني هو اكثر جذبا للسيوله، السبعيني هو اكثر جذبا للافراد تحديدا، التلاتيني محتاج كاش كبير، العدد الاسهم بالنسبه والماركت كاب بالنسبه للاسهم اللي في الايجكس 30 محتاجه صناديق مش محتاجه افراد. يعني هتفضل كده، نقدر نقول برضو نستنتج ان هيفضل التلاتيني 11200 نقطه مقاومه عنيفه بالنسبه له. بص انا عشان مش بتاع تكنيكال، انا بتاع فند، بالنسبه لموضوع المقاومات والدعوم دي يعني بالنسبه لي شيء ثانوي، لكن انا اعتقد ان منين ما الكاش يتوجه للاستثمار، احنا اعتقد ان احنا يبقى عندنا مستهدفات كبيره، بنتكلم في 13000 مبدئيا، وانا اعتقد ده مع بدايه السنه الجديده ان شاء الله لو ما حصلش اي بانيك في العالم، يعني خلينا الاول الدنيا ستابيليتي. طيب حصل اي تصحيح في العالم،
ممكن نشوف ال 10 200 ده وارد جدا، بس الفكره نشوف 10 200 بايه؟ بالتصحيح التجاري الدولي. احنا شفنا التجاري الدولي ما حصل مشكله في تغيير الاداره والفتره اللي فاتت وبعض الحاجات، شفنا التجاري الدولي عمل عمليه تصحيح عنيفه ولكن تم امتصاصها سواء في السوق المحلي او في الجي دي ار في 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 لندن. تمام. فبالتالي لو ما فيش اخبار من النوع ده، ما فيش حاجات عنيفه، اخبار اللي موجوده ايجابيه استمرت، لا السوق المصري عنده مستهدفات، خصوصا تاني هقول مع استمراريه او نهج تخفيض اسعار الفايده. تمام. ده هيبقى السر، هيبقى السر على المدى المتوسط مش البعيد، هيبقى السر على المتوسط تحول الكاش ل اقتناص فرص في سواء بقى 70 30 في البورصه. طيب المستثمر المحللين فريقين، فريق بيضع مستهدفات للاسهم عاليه جدا وما اعرفش الحقيقه هم الى اي مدى بيقصدوا هذه المستهدفات تتحقق سواء على المدى القصير او المتوسط، البعض الاخر على النقيض تماما بيشوف ان هناك ربما ياتي قاع منتظر سواء من 70 او 30 مع اي رايين حضرتك، والاسباب اللي بتخلي هناك توجه او رؤيه لوضع مستهدفات عاليه لكثير من الاسهم مع وجود اسهم خامله بالفعل. يعني بص يا فندم، هو الجو الاستثماري او الفكر الاستثماري هو اللي بيخليه حضرتك تعمل اوردر شراء وبيخليني انا اعمل اوردر بيع. اللي اختلفنا في الفكر الاستثماري واختلفنا في الفترات الزمنيه المستهدفه بالنسبه للاستثمار. انا ممكن ابقى شايف زي ما انت حضرتك بتقول دلوقتي في اسعار ده واجب ان انا اعمل فيها بوزيشن او باي بوزيشن او اعمل باي اند هولد اللي هو اشتري وانتظر، انا الاقي اسعار افضل من كده فين دلوقتي. صحيح. واعمل حسابي ان انا عندي ميديم ولونج تيرم بالنسبه لاستثماراتي. حضرتك شايف وجهه مختلفه جدا ان ممكن السوق يحصل له بانيك زي ما انت قلت في يناير مع تسليم سلطه مع ارتفاع نسب كورونا، دول تانية تقفل، كل الاحداث الغير مستحبه ممكن تحصل، فساعتها ممكن السوق يعمل فعلا بانيك. لكن انا اعتقد لو حصل بانيك اعتقد مش هيبقى بانيك عنيف، خصوصا بالنسبه للبورصه زي ما كنا بنتكلم بدايه الحلقه، خصوصا البورصه المصريه لو حصل بانيك هتبقى تصحيحات او تعديل مراكز او تشينج هاند ما بين الاسهم وبعضها او عدد هيكلة محافظ ماليه. لكن منطقه العرب وجمع الارباح يعني لا، وارد ان مع اي اخبار عنيفه، وارد مع اي اخبار عنيفه سواء ايجابيه او سلبيه، لا اما نروح لمستهدفات سعريه ناحيه المقاومات واسعار فعلا قرب القيمه الحقيقيه بالنسبه للسوق، او يحصل اخبار سريعه برضو سلبيه تاثر على جلسه جلستين، فبالتالي عشان السيوله عندك برضو ما زالت ضعيفه، ما زالت السيوله مش قويه قوي، مش سبورت قوي بالنسبه للسوق بحجم السوق المصري، فبالتالي ممكن نشوف ده، يعني ممكن نشوف الشتاء والربيع والخريف في نفس الاسبوع في نفس الاسبوع، خلينا نقول في نفس الاسبوع، فده وارد جدا ما فيش مشكله. لكن احنا عارفين واحنا بنبني استثماراتنا بنبني فين، ايه القطاعات المستهدفه، الغاز لو حصل وتحصل تخفيض بالنسبه لسعره ايه القطاعات المستهدفه، الدراسات دي هي اللي تفرق ما بين شخص وما بين فكر واخر. خلينا في القطاعات، حط لي حضرتك القطاعات الافضل اداء من وجهه نظرك في المرحله القادمه، لان برضو في اكتر من راي في مساله تصنيف القطاعات وترتيباتها. في المرحله السابقه خلينا نبتدي بالسابقه اللي فاتت، كان قطاع البنوك كان جيد، حافظ على اسعاره السوقيه وحصل بعض الربحيات عليه لان كان عامل نتائج اعمال بالانس شيت هائله جدا. شفنا قطاع الفينتك سواء الشركات الممثله على كان على راسها طبعا فوري، شفنا فوري من سعر كتابه كام وهو جاب سعر سوقي كام. شفنا توجه قطاعات كتير، شركات كتيره في انشطه بتعمل ترانسفير لموضوع الفينتك اللي شايفين ان هو المستقبل في الاستثمار يعني. شفنا الايام اللي فاتت دي تجميع سعري على القطاع العقاري نظرا لتدني الاسعار السوقيه بالنسبه لمعظم الاسهم بتاعته. شفنا قطاع الخدمات الماليه الغير مصرفيه حصل له برضو بعض النشاط على يعني اوقات مختلفه او متقطعه كده. شفنا القطاع الغذائي برضو من حين لاخر بيظهر له بومينج كاش او بيظهر له بعض الصفقات بتعمل شويه انتعاشه شويه فيه هو ده. لكن برضو قطاع المواد البناء مظلوم، عنده مشاكل كتيره، قطاع موضوع تسعير الغاز الجديد هو يبقى بسمه امل بالنسبه له. اعتقد هي دي القطاعات اللي مستهدفه، حصل تخفيض للغاز، مواد البناء، بتروكيميكال. بس على المدى المتوسط اعتقد لان تبدا تظهر نتائج يعني على المدى السريع ان شاء الله، المدى القريب كمان ان شاء الله. لو حصل تخفيض للغاز مشروط، لو حصل تخفيض للغاز تفعيل نقاط المحافظه على الارباح، هل دي سياسه اصبحت معمول بها بالفعل وبالتالي بتؤكد ان هيكون هناك فتره مضاربه طويله غير محدوده الامد، ام ان هذه السياسه تقتصر فقط على المحترفين هم اللي يعرفوا يمارسوها؟ هي بتقتصر على المحترفين، لكن غير المحترفين بيحاول يقلد دلوقتي عشان كده تحس ان الموضوع بقى شويه على المشاع. لكن هو الاخبار والتغيرات الفكريه الاستثماريه الفترات اللي جايه اعتقد ان احنا هنروح تاني
مش نحافظ على النقط الربحيه، اعتقد ان احنا هنعمل باي اند هولد ونعمل باي بوزيشن كبير جدا في اسهم محترمه في السوق المصري. تمام. لكن انا زي ما بقول لك انا بعول على البيت السنه الجديده ان شاء الله مع تخفيض اسعار الفايده بإذن الله. نشوف حاجات كويسه ان شاء الله. استاذ عبد الحميد امام خبير اسواق المال المحلل الفني، بشكر حضرتك شكرا جزيلا يا فندم. شكرا.